فريق العمل نام في الاستوديو أثناء الشغل وكلهم ظهر عليهم الإرهاق والتعب كأنهم مناموش بقالهم سنة. وتامر حسني صورهم هم نايمين على المكاتب وبيقول لهم أنا سيبكم تناموا 5 دقايق. وقع طريفة حصلت أحداثها أثناء العمل في فيلم تامر حسني الجديد. الفنان تامر حسني نشر صورة من كواليس الفيلم وده من خلال حسابه على الفيسبوك، وظهر فيها فريق العمل في حالة إرهاق شديد وكلهم كانوا نايمين كأنهم بقالهم سنة ما ناموش. الفنان تامر حسني علق على الصورة وقال بيقولوا إنه متعب في الشغل، طب بذمتكم في أحن من كده؟ سايبهم هم يناموا في المكتب 5 دقايق ومش متضايق ومبسوط ومبتسم اهو علشان شايفهم نايمين في هدوء وسكينة. كفاية الظلم بقى. فيلم تاج الجديد من بطولة الفنان تامر حسني وأحداثه بدور في إطار كوميدي فانتازي حول شخصية البطل الخارق السوبر هيرو. وتامر حسني بيجسد شخصيتين الاتنين توأم اسمهم تاج وهارون. الفيلم من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومن تأليف وإخراج تامر حسني وسارة وفيق. الفنان تامر حسني أثار حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الأخيرة خصوصاً بعد الأزمات اللي حصلت بينه وبين بسمة بوسيل وأدت إلى الانفصال. الفنان تامر حسني ظهر في أكتر من مناسبة وهو بيغني وبيهزر، وظهر في كواليس الفيلم وهو بيهزر مع الناس وخلى كل الناس تقول إن هو نسي الوجع وتجاهل طلاقه من بسمة ورجع لشغله تاني، ودي مش أول مرة يثير فيها الجدل. فبعد الانفصال بكم يوم ظهر في مقطع فيديو من داخل الطيارة وهو بيغني أغنيته الشهيرة من النهاردة هدلعني هخرج معايا ومتعني. والغريب إنه ركاب الطيارة حولوا الرحلة الحفلة كده على الضيق. الفنان تامر حسني كشف عن موقف طريف اتعرض له داخل الطيارة مع وفد من الركاب الأردنيين ونشر مقطع فيديو من خلال صفحته على الفيسبوك وعلق عليه وقال بالصدفة لقيت الجروب الأردني العسل ده في الطيارة وكانوا بيغنوا من النهاردة هدلعني بصوت عالي، رحت رايح لهم وقلبناها حفلة وسلتهم شوية لحد ما الطيارة اتملت ولميت الأجرة. الفنان تامر حسني ظهر في مقطع الفيديو هو بيغني أغنيته الشهيرة من النهاردة هدلعني هخرج معايا ومتعني، وده خلى الناس كتير يقولوا انه بيغني الاغنيه دي بالذات علشان يوجه رساله لبسمه بوسيل بعد ما انفصل عنها وبعد الازمات الكتير اللي حصلت بينهم خلال الفتره الاخيره. لكن يظهر ان تامر كان بيغني الاغنيه دي صدفه في الطياره. وبسمه هي كمان بعد الانفصال ظهرت في فرح الفنانه ميرنا نور الدين وكانت بتغني وبترقص، وبعد ظهورها في ناس كتير قالوا إنها برضو قصدت تغيظ تامر وإنها راحت الفرح مخصوص ورقصت علشان تعرفوا إنها مش هممها. الفترة الأخيرة شهدت خلافات كتير بين الفنان تامر حسني والفنانة بسمة بوسيل خصوصاً بعد ما تامر ظهر في مقطع فيديو من داخل فرح مديرة أعماله لعمر. فبعد ما ظهر معها في الفرح وسلمها لعريسها بإيده بسمة بوسيل نشرت الفيديو وعلقت عليه وقالت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة. وبعد التعليق ده ناس كتير رجحوا ان هالة سبب طلاق بسمة وتامر، لكن هالة عمر قالت ان تامر حسني مكان والدها ومفيش اي كلام يقدر يوفي حقه. ولحد دلوقتي محدش يعرف ايه السبب الحقيقي لطلاق بسمة بوسيل وتامر، وتامر لسه ما ردش على كل الكلام اللي الناس بتقوله عليه.